تزاديت في مدينة صغيرة. كان في حومتنا واحد السينما اللي كان بابا ديما كيدينا نتفرجوا، كانوا كيديروا فيها افلام هنديه وافلام داكسيون. كان بابا كيعيط لي نيكيتا. من تما جاتني ليدي باش نولي حتى انا ممثله، وفاش رحنا لسلا دخلت لاصال ديال التايكواندو، وهنا بدات ليستواغ وبدا الحلم انني نولي بطاله عالميه. ملي كنت صغيره كنت من داك النوع اللي كيدافع على راسو، ما كنخليش الدراري يتعداو عليا ولا شي حاجه. اول كومبا غادي نلعبها كان فيها 23 كيلو، وكنت كنسمع ديما في لونطوغاج ديالي زعما راه كي ضعيفه، راه ما تقدريش على التايكواندو، هذا الشيء غيعطي الراحه لراسك. مي هذيك الهضره كانت بقات ليا في بالي، وعطاتني واحد بحال نقولوا واحد الشحنه باش نبين لهم راني قادره وراه قادره نربح هذيك الكومبا. وافيكتيفمون كنت ربحتها، ويمكن هي اللي عطاتني هذا الكونفيدنس باش نكمل، وباش حتى لدابا باش نبقى مكمله في التايكواندو. الطريق ماشي سهله الصراحه. اول حاجه كنتفكرها هي الكوتي ماتيريال اللي مهم بزاف، واللي والديا عاونوني ولا فامي كامله. صعيب بزاف باش دير واحد البالانس بين يور ستاديز والسبور. تو انا كنت كنقرا في ليسي بوبليك، دونك فاش كنرجع ديما من الكومبيتيسيون انا جايه فرحانه هازه ميداليتي وداك الشيء، وهما كيقول لي انا راه تخرجي على راسك، حبسي هذا الشيء، ديها في قرايتك، هادشي راه ما غينفعكش، راكي غيبتي يومين. دونك هذيك الهضره كانت شويه كتجي قاصحه وكديموتيفيني، حيتاش انا كنجيب هذيك لا ميداي وفرحانه، باغا نشوف ديك الرياكشن ديالهم فرحانين بيا ولا يسيبورتيوني. مي مالوغوزمون ما كانش هادشي. في الاول ما كنتش حاسه كاع بشي حاجه على الحجاب ديالي، كنت كنلعب لي كومبيتيسيون عادي. وقتاش حسيت بها بزاف فاش بديت كنحط دي فيديو ديالي كندير سبور، كندير تايكواندو وبيان سور لابسه حجاب ديالي نورمال. دونك هنا كيبدا يجيك واحد الناس اللي كيقولوا لك لا هذا ماشي حجاب، وما خصكيش اصلا تلعبي تايكواندو ولا تلعبي اي سبور وانت دايره الحجاب. انا زعما كنحترم كاع الناس وكنحترم القرارات ديالهم في الحياه، مي حتى انا خصني نقرر على راسي. دونك نخليو لكل بنت ولا كل امراه تختار لراسها هي شنو باغا دير. الحوايج اللي كيجمعوا ما بين التايكواندو والخدمه ديالي اللي هي الفاشن ديزاينين هي لامور، حيتاش انا زعما مقرره في حياتي ما ندير حتى شي حاجه بلا ما نكون كنبغيها 100%. جوج ديال لي دومين كنبغيهم من قلبي، وداكشي علاش اختاريتهم تو سامبلومون. الحلم ديالي في التايكواندو واللي هو صراحه ماشي غير حلم دابا، ولكن هدف ديالي اللي خدامه عليه هو بطولة العالم. باغا نجيب ميداي في بطولة العالم ديال بونسي. من الحوايج اللي كيموتيفيوني بزاف وكيعطيوني واحد الريسبونسابيليتي باش نتريني ونعطي الماكسيموم ديالي هما لي ميساج ديال البنيتات والوليدات الصغار اللي كيلعبوا التايكواندو. صراحة فاش كيوصلني هاد لي ميساج كنحس براسي باغا نتريني كثر، باغا نعطي كثر، وباغا نوريهم بلي اي واحد تبع في السبور ديالو واخا يكون جاي من حومة شعبية راه يقدر يوصل بعيد.